هاي جايز، مرحبا بكم بفيديو جديد. هذه هي الحلقة الثالثة على يوميات قطي وكيفية تفسيح القطط. تابعوا معي باقي الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس. جوجو نو خطير. هذه هي شجرة التين، وهذه شجرة الليمون، أما هذه شجرة العين، لا أعرف كما كيف يقولون لها بالعربية. أما هذه خلف شجرة التين، هذه مع هذه شجرة العنب، شجرتين من التين. هناك أيضا يوجد شجرة اللوز وشجرة العنب أيضا. أنصح لكل شخص أن يشتري هذه، رخيصة ليس غالية، أن يشتريها هكذا لكي يخرج قطه لكن إلى الحديقة أو ساحة المنزل. ومن المستحسن أن لا يتواجد هناك الكلاب. هذه هي فسحة جوجو اليومية. أين يذهب جوجو؟ أذهب وراءه هكذا لكي يشعر نفسه حر. أريد أن أريكم هذه النبتة، لا أعرف كيف يسمون هذه النبتة التي تتسلق كل شيء. انظروا على شكل قلب. عندنا قلوب كثيرة كما ترون. السماء اليوم صافية. عندما نصعد إلى البيت سأحمم جوجو. أوهو، جوجو إلى أين ينظر؟ واو، ربما يوجد شيء فوق، طير أم قط؟ أظن أنه طير ينظر. ها، إنه قط. الثاني القط الذي يكره جوجو. جوجو، لقد ذهب القط. انظروا، جوجو يريد أن يتسلق ويتبع القط. إنه يتسلق. جوجو، أو نو، انظر جوجو، انظر. لن أقبل يا جوجو، لن أقبل. لقد وجد جوجو كهف، مغارة. سنرى ماذا يوجد هنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم، إلى فيديو لاحق إن شاء الله. تشاو.